المصانع والتراخيص هي الجهه المختصه بالكلام ده كله. وعندنا طبعا موضوعات هامة عايزين نناقشها، وباشمهندس احمد اكيد طبعا هيلقي الضوء عليها، زي قانون التراخيص الصناعيه هيطلع امتى الجديد المزمع اصداره، والموضوع الولايه على الاراضي ده موضوع هام جدا بقى فتره طويله، والمشاكل اللي بتقابل اصحاب المصانع في الولايه على الاراضي. كذلك مشكله تجديد الترخيص، هل هتبقى في رخصه دايمه على طول، ولا هل هيبقى الترخيص كل سنه بيتجدد واصحاب المصانع بيمروا بنفس التجارب؟ المستثمر في مصر بيمر 695 خطوه تقريبا عشان ياخد الترخيص المعنيه، وفي حوالي من 12 ل 14 جهه بيتعامل معاها. بقالنا سنين بنطالب او فتره طويله بنطالب توحيد تبسيط هذه الاجراءات وتوحيد الجهات في الهيئه العامه للتنميه الصناعيه، اللي هي تكون الشباك الواحد لاستخراج التراخيص الخاصه بالمصانع. فطبعا باشمهندس احمد هيقلنا الدور ان شاء الله على الموضوع ده، وحاجات كثيره طبعا موضوع السمسره بتاع الاراضي وتسعير الاراضي والاجراءات اللي الهيئه بتاخدها، واخر حاجه صغار المصنعين، ازاي الهيئه بتهتم بصغار المصنعين، وهل هناك تعريف لصغار المصنعين زي ما البنك المركزي عمل تعريف للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ولا بيتم ازاي نقدر نقول هذا المشروع من صغار المصنعين او كده. فانا بتشرف اليوم بالمهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئه، وحضراتكم بعد كلمه المهندس احمد ممكن نفتح باب الاسئله، واي حد عنده اسئله هو باشمهندس احمد يقدر يجاوب عليها.